مرحبا بكم من جديد. إذن مواصلين في حكايتنا الليلة، نشوفوا شنو اللي صار لشابة أيزلندية عمرها 20 سنة. بيرنا، شابة إذن عمرها 20 سنة، اختفت بعد ما خرجت تسهر في ليلة 13 جون في 2017. المعطيات اللي وصلت لها الشرطة بعد سوايع وسوايع من التراخي، الشرطة تحركت ووصلت لمعطيات تفيد وأنه بيرنا اختفائها عنده علاقة بكرهبة حمراء كيا موجودة في البرت، كرهبة لوكاسيون كريها واحد اسمه توما. توما يخدم في باتو موجود كان في البرد، ولكن سيلبطو غادر وماشي إلى بلاد أخرى. الحكاية قاعدة تاخو في صدى كبير ياسر، الناس بالعشرات يفركسوا على بيرنا. تينا عشرات وصلوا يفركسوا على بيرنا 800 شخص، بين اللي يفركسوا عليها في البرد واللي يفركسوا عليها في المناطق الخضراء المحيطة بالبرد. الشرطة الأيسلندية حطت 80 سيارة للبحث على بيرنا، طيارات هيليكوبتر للبحث عليها، على خاطر الحكاية ماشية وتاخو في صدى كبير، وتوا قاعدين نقدموا أكثر من 3 أيام بعد الاختفاء متاحها. الصدى هذا باش يكون عنده انعكاس في وسائل التواصل الاجتماعي أكيد. قبطان البطو هذا، البطو بولار نانوك اللي حكيت لك عليه، باش يشوف الكلام هذا اللي موجود في وسائل التواصل الاجتماعي، باش يشوف الكلام اللي قاعد يتقال على أنه واحد من الطاقم تاع السفينة متاعه مشتبه في علاقته بجريمة في حق شابة أيسلندية. بكل ذكاء القبطان باش يقرر أنه يرجع للبورت، لكن من غير ما يقول الحقيقة للطاقم متاعه، باش يقول لهم أنه عنده خلل تقني في البطو، باش يقص الانترنت باش ما ينجمش المشتبه فيه بين الظفرين يعرف تفاصيل شنو اللي صاير ويرجع بيهم للبرت. الشرطة باش تستقبل البطو بالهيليكوبتر وباش تقوم بتصوير لحظات وصوله، علاش؟ خوفا من أنه المشتبه فيه يلوح أدلة في علاقة بالقضية من البطو، ثم باش يتم إيقاف توما. ودايور مش باش يتم إيقاف توما فقط، باش يتم إيقافه هو وصديق آخر، هذا هو صديقه، نحكيه على نيكولاج أولسن، صديقه اللي كان معاه في الكرهبة ليلة اللي خرجوا، كانوا 2 توما ونيكولاج. ومع بداية الاستنطاقات نيكولاج باش يحكي شنو اللي صار، باش يقول انه خرج يسهر وانه باش يزود لها بالشرب، وانه في وقت من الاوقات كيف التحق به توما باش يطلب منه انه يروح به للبطو. توما باش يطلعوا معاه في الكهرباء وهما مروحين في ثنيتهم للبطو، باش يقول نيكولاج انه ما يتذكرش مليح بحكم حالة اللي كان فيها، ولكن يظهر له اللي توما حكى مع بنية، ويظهر له اللي هي طلعت معاهم، يظهر له ما هوش ثابت ياسر طلعت معاهم وإلا لا. لكن من بعد وصلوا هو للبطو وانتهى هذاك اللي يتذكره من هذه السهرة. توما باش يروي تقريبا نفس الروايه، باش يقول انه اي خرج كي صاحبه كثر لها كذا باش يروح بيه، هو هز وروح بيه. يا اخي لقاو زوز بنات مش بنيه في الطريق، طلعوهم
معه. ثم هو وصل صاحبه للبطو وبقى هو مع البنات الاثنين. ثم البنات الاثنين روحوا على رواحهم وهو روح على روحه. اما هذه بيرنا اللي يوريوله في تصويرتها وكذا عمره ما شافها ولا سمع بها. اما هو وقتها ما قتلوش الشرطة اللي كرهبته ديجا فلاوها واللي لقاو فيها اثار دم بيرنا، كما ما قتلوش زاد اللي هي قبل ما تستنطقوا حلت عليه الكتاب مليح. توما هذا اللي نحكيو عليه خذت له الشرطة الايزلندية تحركاته الاخيرة الكل. لقاتوا انه صبحية السبت مشى للسوبر مارشي وشرى مواد تنظيف متاع باش تنظف انت بلاص، وشرى حوايج باش يبدل حوايجه، وقام بعملية تنظيف للكهرباء من ساسها لراسها. كما لقات انه تليفونه تسكر مباشرة نهار الجمعة بعد ما هبط صاحبه في البطو، تليفونه تسكر. وهذا الكل باش تقولوا من بعد التوما اللي باش يبقى ينكر وباش يقول انه ما عنده حتى علاقة باختفاء بيرنا. المشكل في هالقضية إلى حد الآن مازالوا ما لقاوهاش الطفلة، وما زالوا يتصوروا أنها حية وربما تكون حية. وذلك علاش كما قلت لك بالمئات الناس تفركس والكراهب وكذا، بالك شي خباها في بلاصة، بالك شي مسكر عليها في بلاصة من البلايس، بالك شي في البطو. وباش تقع عملية تفتيش للبطو وتفتيش للغرفة نتاع توما. وهنا من الغرائب العجيب نتاع التصديقة اللي تنجم تكون عند بعض الناس كي يعملوا عمايل في البيت نتاعو توما، باش يلقاو في البوبالة، باش يلقاو البيرمي نتاع بيرنا وعليه الباصمات نتاع توما. نزيدك زيادة باش يلقاو 17 كيلو كانابيس. 17 كيلو كانابيس تقريبا حدد سومهم وقتها في ايزلندا يعملوا قرابة بفلوس نحنا قرابة 400,000 دينار. هذوما الكل قاهم في بيته. سي توما باش تتوجه له مباشرة التهمة وباش يتم إيقافه في انتظار يزمنا نلقاو بيرنا. 22 جانفي 2017، 6 أيام بعد اختفائها، طائرة هليكوبتر اللي قاعدة تلوج على بيرنا على الشريط الساحلي متاع البرت بتشوف جسم غريب قاعد يقرب من السواحل. بالتثبت فيه بيظهر أنه جثة آدمية، جثة آدمية عارية تماماً. وبعد ما بيش ياخذوا الجثة بيش يتبين وأنها جثة بيرنا. بيرنا إذن تلقات ميتة، تقرير الطب الشرعي بيش يقول أنها ماتت غرقاً. صحيح تقرير باش يحكي على آثار خنق موجودة في كرومتها، لكن الخنق تسبب في إغمائها وليس وفاتها، والوفاة ناجمة على الغرق في البحر. قضية باش تهز الرأي العام في إيسلندا كما قلت لكم، باش يكمل توما الإنكار. وأكثر من هكا وقت تنطلق المحاكمة متاعو في أوت بعد ما قال لنا ما هزيتهاش وعمري ما كانت معايا، باش يقول ليه ذكرت
احنا طلعناها انا وصاحبي واحنا مروحين من البواطة، ومن بعد هبطوني هما في البطو وهو مشى هو وياها، حطها في راس صاحبه رغم اللي ما فما حتى دليل ينجم يربط صاحبه بهذه الحادثة، بل بالعكس كل الأدلة اللي قلت لك عليها تؤكد وأنه توما هو من قام بهذه الجريمة في حق بيرنا. توما للشرطة لقات أنه صاحب سوابق، تحديدا سوابق بالاعتداء الجنسي على سيدة سابقا. توما مولير باش يصدر الحكم ضده في أوت 2017. الحقيقة حكم يعني يدوخ بارد كما برود هذه البلدان. حكمت المحكمة عليه لزوز جرائم، جريمة قتل بيرنا وجريمة الترويج متاع المخدرات. قديش حسب رايك حكمت عليه؟ 19 سنة حبس فقط. هو وقتها عمره 25 سنة، يعني قبل ما يوصل للخمسة واربعين سنة يكون حر طليق، أمور واضحة ويعود إلى حياته الطبيعية. هكا البلدان الباردة ساعات المساوئ متاحها شنو داير. ماذا بيا لو كان تخليوا لي تعليقكم على هذا الحكم. 19 سنة ثبت في حقه أنه هو القاتل، ثبت أنه هز معاه بيرنا وحاول أنه يغتصبها في السيارة متاعه وتلاكشت هي وياه وخنقها بخيط، ثم بعد ذلك لوحها في البحر. هذا أصبح ثابت، ولكن مع ذلك خذت 19 سنة سجن فقط. لكن إذا كان القضاء كان لطيف معاه، فأنه هنا نجي لما يهمني في هذه القضية. الحكومة ستتحرك بعد هذه القضية باش تبدل برشا حاجات في البلاد. القضايا اللي تمس الرأي العام المفروض، رأي مش تمس الرأي العام نوريوها ونقولوا يا لطيف يا مسكينة يا مسكين يا كذا وفاه، معناها وفاه الموضوع. البلدان اللي تحترم شعوبها تحاول تفهم لماذا حصل ما حصل وكيف يمكن تفادي أنه يعاود يصير كيفه في المستقبل. في جنازة بيرنا باش يحضر الرئيس ورئيس الحكومة متاع إيزلندا، وبعد الجنازة وبعد الحكم في هذه القضية باش تقرر الحكومة جملة من القرارات. رقم واحد، فهموا أنه عندهم مشكلة في كاميروات المراقبة، شوارع فيها كاميروات وشوارع ما فيهاش. ربما لو كان جاوا شافوا بالكاميرا في ساعة الكهرباء راو تحركوا بصفة أسرع. بالتالي عملوا برنامج لتطوير كاميروات المراقبة في شوارع العاصمة تحديداً وبقية المدن. واحد. اثنين، حبوا يفهموا شنو المشكلة اللي صارت هي البيرنا، مش جاوا حكموا أخلاقيا. كل واحد فيكم نخلي له رأيه في المواضيع الأخلاقية، لا أتدخل ولا يهمني الموضوع، لكن عكس احنا كنا نجم نقوله وهي شنو تعمل الخمسة متاع الصباح في الكياس تستاهل. هما جاوا قالوا البنات اللي يخدموا ويروحوا مخ يخدموا، خاطر قلت لك راهي الدنيا ظلام، راهو عندهم ظلام اكثر من نهار، يخدموا في الظلام، والبنات اللي يسهروا ويروحوا مخر، يلزم نعملوا وسائل نقل عموميه تامن لهم المرواح نتاعهم. وبالتالي وقع وضع خطوط النقل عمومي في الأوقات المخرة هذه، باش ما عادش بنات أخرين كيما بيرنا يقعدوا يطلفحوا في الشوارع. زوز قرارات مهمة اتخذتهم الحكومة كردة فعل على هذه القضية اللي في بلاد كيما إيسلندا كيما قلت لك تعتبر
حدث. وانت شنو رايك في القضيه؟ شنو رايك في الاجراءات الحكوميه؟ وشنو رايك في الحكم اللي صدر على توما مولير؟ نستنى ارائكم في التعليق. شكرا على حسن المتابعه. الى اللقاء.